40 مباراة دولية، 11 هدف. كان طموحه أن يلعب 40 مباراة دولية، 11 هدف. كان طموحه أن يلعب إلى جانب القدير يونس محمود وتحقق مراده في كأس الخليج عندما لعب أمام الإمارات وصنع هدف. أول مباراة دولية كانت في العام 2013 في خليج 21، وأول أهدافه في شباك ماليزيا وآخرها في شباك فلسطين. شوف الجمهور، العراق وسوريا واحد، جمهور نطت به درجات ملعب كرملا. الآن كولين جبريك يعني راحة، هذه حالة إنسانية. الاتحاد الدولي ماكو بالقانون، لكن اخيرا عدلوا، يعني ماكو بالقانون انه يجبر الحكم ان يمنح استراحه، لكن كانت حاله انسانيه عندما يلاحظ الحكم انه هناك اجواء حاره ان يعني يمنح بريك للاعبين اللي شربوا، وما مجبر الحكم على هذا، لكن في الفتره الاخيره صار توجيه انه الحكم يلقي بريك خلال كل شيء. شوف التفاعل الجماهيري، شوف الحضور الجماهيري الراقي. عندنا موعد غير، عندنا من رفع الحظر من بطولة الصداقة إلى استضافة بطولة دوري أبطال آسيا إلى المباريات الودية، موعد غير. شوف التألق الرائع، شوف صغار كبار.